تتبيع المتوسطة باري شامبل سيارات النوفو، سيارات الفخمة الله غالب، هذيك ما المواطن ما قادر يشريها واللي شاريها ثاني شاري بالغلا. كانت السيارات راهي متوسطة قال بارك زوم كيما الدوسونسات لاكسنت الرونو بارك زوم بالكليو بالسيارات هذيك شوية راهي حاكمة تصور كيما ذكر بالنسبة لاكسنت والدوسونسات والتروسون ويت 300 هذو راهم مقصودين من جنب الغش، اما السيارات الاخرى حابسه الاسماريه والسوق مذبذب عاد الان مش مستقر. الشاري بالو بلي راح يشتري بالغلا وغدوه يكون يعود به استيراد يختي، والبيع شاري بالغلا ما يقدرش يبيع، كات اللي راه يشري عبد الناس ملا اللي راهم يشري.